أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مس بسمة؟ ازيكم يا صحابي؟ احنا دلوقتي قاعدين في المعسكر. انا النهارده هتكلم عن الزرع. يلا نشوف ايه اهمية الزرع. الزرع عين فايدته ان هو بينقل الجو من التلوث وبيجيب لنا الأكل، وكمان وأنا اخترت الموضوع ده علشان في كتير من أصحابنا ما يعرفوش أهمية الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.